السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة أم ملاك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنوجدوا هاد التحلية، كتجي لذيدة سهلة التحضير واقتصادية. إذا بغيتوا تعرفوا طريقة التحضير والمقادير خليكم معايا في الفيديو. قبل ما ندوزو لطريقة التقديم، كنتمنى تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وبهالطريقة كتشجعوني باش نزيد بالقناة ديالي القدام. الى على بركه الله عندو طريقه التقديم. كما كتشوفي عندي هنايا جوج ديال لي فلون، فلون شوكولا او فلون فاني. يمكن لكم ديروا الفلون على حسب الذوق، وعندي هنايا جوج صابلي. يمكن لكم ديروا اي بيسكوت متوفر عندكم في البيت. وعندي هنايا دانون دانيت شوكولا، وعندي هنايا اطر ديال الحليب ومايزينا، ونحتاجو السكر سنيده، وطبعا من المول في غنديروا التحليه ديالنا من بعد ما دهنت القاع ديال المول بالزبده باش ما تلصقش ليا لاباط بيسكوي عليها. نديرو جوج من طريقه التحضير. نشدو البسكويت ديالنا نهرسوه، ندير انا درتو في خلاط اليدوي، هرمشتو شويه باش يتجمع لينا بالدانيت. قال لكم ديروا في خلاط كهربائي اولا في المعلاز. انتما درت عليه داك الدانيت وجمعتو بصبيعاتي. من بعد انطبقوه في المول ديالنا بشويه بشويه. يمكن لكم دهنوه صبيعاتكم بالزيت باش ما يلصقش لكم البسكويت في يديكم. نطلقوا على مزيان على المول ديالنا، من بعد ما طلقتو كما كتشوفوا يمكن لكم ديروا لاباط غليظه، انا درتها رقيقه. يمكن لكم ديروها غليظه، كتبقى حتى هي على حسب الاختيار. تقوى مزيان. ندوزو طريقه تحضير الفلو مع مايزينا ديالنا. درت هنا الحليب بارد، خليت منه شويه، نسيطرو ديال الحليب بارد مع 3 ديال المعالق ديال السكر، وخليت من الحليب شويه. درت هنا فلون فاني مع 3 معالق ديال المايزينا، وكبيت من فوق منه داك الحليب اللي خليت شويه بارد. خلطته مزيان بالعاشق باش ما يتكورش لينا، وكبيته فوق الحليب اللي عندي فوق النار بشويه بشويه مع التحريك حتى عقد لينا. كنعتذر التحليه المقطع طريقة ديال التحريك تشوفوا في الطبقة الثانية، ونخليوها يبرد واحد ربع ساعة. من بعد ندوزو نحضرو الطبقة الثانية. كما قلت لكم فلون شوكولا نديرو فوق منه 3 ديال المعالق ديال مايزينا، وفوق النار كسرو دار نسيطو ديال الحليب مع 3 معالق ديال السكر. ومن بعد نديرو على هذا الشيء الحليب بارد ونخلطوه مزيان، ونبداو نديروه فوق الحليب ديالنا اللي عندنا فوق النار بشويه بشويه مع التحريك، ونبقاو نحركو بشويه بشويه حتى يعقد لينا تعقد لينا المايزينا ديالنا من هذاك الفلون. بحال كما كتشوفوا انا كنكبها فوق الخليط الاخر بحال هكا، كيجي عقد بحال هكا. كما كتشوفوا انا زينتها بالبنان والسيجار وبشويه ديال دانيت شوكولا، كتجي بنينه. يمكن لكم تزين على حسب الاختيار، كتجي بنينه وسهله ديال التحضير واقتصادية. كنتمنى تجربوها بالصحة والراحة.